مرحبا وإلى التفاصيل. وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية اليوم على الملاحق الخاصة بتنفيذ اتفاقات السلام بين الجانبين، ووقع الجانبان في ضاحية نفاش الكينية على ملحق الوقف الشامل لإطلاق النار والترتيبات الأمنية والعسكرية وملحق قسمة السلطة والثروة والمناطق الثلاث. معاك مضوي انا يا ويلا. يضع السودانيون السلاح جانبا بحثا عن السلام والتنمية، وبعد حرب دامت 21 عاما يوقع الجانبان الحكومة السودانية والحركة الشعبية على الاتفاق النهائي لوقف نزيف الدم وإطلاق النار في نفاش الكينية. في 19 من نوفمبر الماضي تعهد المفاوضون السودانيون في نفاش الكينية مع مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة التي عقدها بنيروبي لبحث الشأن السوداني بتوقيع اتفاق سلام شامل ونهائي بحلول 31 من ديسمبر الجاري. وفي 26 من الشهر نفسه استنفى الجانبان جلسات التفاوض على مستوى اللجان التي تم تعليقها في 31 من اكتوبر الماضي لبحث القضايا العالقة والتي تم حصرها في تمويل جيش الحركة الشعبية وبعض آليات التنفيذ، مثل كيفية حصول الحركة على نصيبها من عائدات البترول في الفترة الانتقالية ومدتها 6 سنوات. وفي 6 من الشهر الجاري انضم رئيسان وفدين النائب الاول لرئيس الجمهوريه علي عثمان محمد طه وجون جرني المتفاوضين في نيفاشا لحل القضايا التي استعصت على المفاوضين. وكانت الحكومة السودانية والحركة الشعبية خاضعة لمدى عامين غمار جولات التفاوض الشاقة بعد تفاهم ميشاكوس الذي تم توقيعه في يوليو عام 2002 على يد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وقائد الحركة الشعبية جون جرن. وفي 6 من مايو الماضي تمكن الوفدان من توقيع 6 بروتوكولات شملت الترتيبات الأمنية وتوزيع الثروة والسلطة، كما وقعا البروتوكول الخاص بالمناطق الثلاثة في أبي أي وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة. يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار يسري بين الجانبين منذ عامين لم تسجل خلاله أي خروقات، الأمر الذي يعكس جهد الطرفين في التوصل لاتفاق سلام وإنهاء 21 عاما من نزيف الدم على الأرض السودانية. وكانت الأمم المتحدة تعهدت بإرسال 7000 جندي إلى جنوب السودان لمراقبة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بعد التوقيع عليه نهائيا، والذي من المرجح أن يكون في 19 من يناير القادم بحضور عدد كبير من الزعماء والرؤساء الأجانب. يذكر أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ورافقه ضيف البلاد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ثامو مبيكي توجه إلى نيفاشا لحضور التوقيع على بروتوكولات التنفيذ وملحقات عملية السلام السودانية والتي تضمن التوقيع على الوقف النهائي للحرب في جنوب السودان. أطلقت